بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يتكبرات شوك يتأملات قرآنية برام تكتاتا يوت داريم كسورة الفتح كعندن يو اسك سباتن يو يعلون يعلوتنا كفرش لمايات المقرآن بألفو مقبعو لي إندان لو يمرا زي يميادردو يمكان مكفت بسرات يميادسر مبورو مكة للمولد من قراء أم القرى ومن حولها يعلم بمولو مبرت بمهون مكة يعلم من دروج بمولو النام بمهونو مكة بإسلام سن أدر بالله اللو بان تسرار بالله اللو يميل بسرات يمتن عبد بسرات سلونة بتعم ليه يمي أدر قولو لنا أنك سوچو هيا زتعينات شو بمدينة نور ردو من المخلاف اللو بمدينة نور ردو شميسي نور لنو شميسي مدينة نور أحسن مدني مالك كهجرة بهذا مالك الذي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام يذني وردوا حج لالك الذي حج يسبوا ذلك مو مكان قل مدنين ويبالوا لمن لأنه أتى بعد الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك يا محمد ملك تنياتشين محمد بيت إنا إنيا فتحنا لك لأن تكفتن لك فتحا مبينا قلت يا وين المكفت كفتن لك أي قضينا لك بفتح مكة وغيرها عنوة بجهادك فتحا ظاهرا بينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله سبحانه وتعالى فما مسكن بزية نساء الله وانجدهن يألفون ودفت يميونون لمرق ما تقدم الفتح وما تأخر عنه كفتح مكة بفيك ينبرون كفتح مكة بها لا ينبرون ويتم نعمته عليك بأنت لا يتسقون لأموالا ويهديك صراطا مستقيما كتا لو من قد يتندهن لأسعيك لعملك كتب وينصرك الله نصرا عزيزا يتتنكر يهون درن لأتلاجه هو الذي الله يعلم أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بمؤمن وجلب وناوس إركاتا يوردا والله ليزدادوا إيمانا مع إيمانه كأمنات التجار أمنات ديج أمرو نو ارجع تاني عملت قالك ولله جنود السماوات والأرض لا الله سبحانه وتعالى بسماياتنا بمدريانه سراويت هلو يسونات جو ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله سبحانه وتعالى أوحينا ربنا ونا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ليدخل المؤمنين مؤمن وجل يسقب والمؤمنات سيتعمان يجنم واندامان يجنم ليسقب جنات جنة استلاسكبة تجري من تحتها الأنهار كسوى عرات ونزوت جمي في السباتيون خالدين فيها بس فاوست زوتاري ويسيون ويكفر عنهم سيئاتهم وانجلوا تشاتشون تقاتل تفاضل تشاتشون لأسر رزل لاتشو وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يهد مادرك الله سبحانه وتعالى زد تلك الدلين النذنب بلنينا
ويعذب المنافقين والمنافقات سيت منافقنا ولا وند منافقون جل يقطع الله والمشركين والمشركات يسيت طاوت املاكي وجنم ولا يوند طاوت املاكي وجن ليقطع الظانين بالله ظن السوء بالله سبحانه وتعالى لا متفطر الطاري يميترطرو منافقوچننا طاوت املاكي وجن ليقطع نو الله عليهم دائرة السوء متفود للنسو يهوننا بالنسو لاي متفود ليورد باتشونا وغضب الله عليهم الله سبحانه وتعالى بالنسو لاي تقطع باتشو ولعنهم الله ارقمانون اورد باتشو وأعد لهم جهنم جهنمنا الزقاج جلاتشو وساءت مصيرا جهنم من ملش النطوة من تتفع ولله لالله جنود السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى يمدرنا يسماي سراويتوت بملو يسناتجو وكان الله عزيزا حكيما الله سبحانه وتعالى عشبنا بنا فببنيانا ونا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما زين يوليهم وكان الله عزيزا حكيما النزيه أن تطلق يمجمّرها ويزي مئرات يمجمّرها أن تطلق ناتشو يمجمّرها ليغفر لك الله يميلو القرآن عبّغان نبي عليه الصلاة والسلام وانجلاتشو اندمار اللاتشو يميلو النقر إمام السيوطي ليغفر لك الله بجهادك زادها بعد جملة ليغفر لك من ملونك وفي التفسير قدرنا جملتين فاحمده على الفتح واشكره عليه ليغفر لك الله ليغفر لك الله الله لمرهنه من يهنه بجهادك بجهادك ليغفر لك الله احمده واشكره شيخ الجزائري احمده واشكره على ذلك ليغفر لك الله يهم بما أدربه الله التامسك له يقبها لي من رزن ويهم فعلى ذلك يهم يدرقه بجهادك نو إلى وأما الذنب مع إجماعهم أنه لا ذنب كبير لعصمته صلى الله عليه وسلم وانجل يتبالو تذلق وانجل اندال هنا ولا تشوم على وجه يتسمع موسي هنا فإن أحسن ما قيل فيه هو ما يلي أما الذنب المتقدم فهو قوله صلى الله عليه وسلم في بدء اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعد في الأرض عبدا فأوحي إليه من أين تعلم هذا فكان هذا الذنب المتقدم يالفه وانجله من بارد نبي عليه الصلاة والسلام عندك أنا عند ستة تساس تونفة بدر لي يبدر كان كافر وجو هدراج تومتو دكسات توني يبلو يسكروا سيشفروا نبي عليه الصلاة والسلام يا رب إن تهلك هذه العصابة يهين بودن كاتفة أهون يالو تنسوش كاتفة لا تعبدوا بعد اليوم في الأرض أبدا كذاري بها لا مدر لاي يمي قزاه ما نم يلم بلو تناغرون كيف نو ينم ما نو ينقره إني سوش بيتفو عابد يتفال بلو ينقره ما نو بلو تقوط تطواتشو نفر كاتشل مبيها اللو مالتو نو يا رب يني الله قال يا غير ويفرد ويورد ترى نزل كون ولا سور ترى عندندو ماكو ترى نكرون كله اهو لمنو كدقيقه بحالا اندي ولد يبلغ النبي عليه الصلاه والسلام جنك بالو بيت يا ربي أني يقال لكم مالك مديزا كذبوا على يكيقيني المالك أجو فاتوا نفاك حسنات الأبرار سيئات مقربين بني علي مجم مديزي قال له عن مقادر ففاتا للم ما أردتم سايبون أيكار والثاني أنه لما انهزم المسلمون يوم حنين قال لعمه ناولني كفا من حصباء فناوله فرمى به المشركين فانهزموا فقال لأصحابه
لولا أني رميتهم من هزموا، فهذا الذنب المتأخر. ولتن يو جنا كذي ولا متعطف وطفات يتبعلو تلقمو يا حنين كن يا حنين سوت يا طائف سوت بر لاي هنو أفاف لاي هنو كاتاج كمت كاسمة تطبق كسيرو جرو جرو عشو سيلاتشو ثروة روتو سيششو نبي عليه الصلاة والسلام لعباس أفر ستنجانو أفر ستنجانونا رسولات تطبقلو رجو عشو بجان دي سيدنا كرو سو تملسو عند عند رججاتشو نيزو أطفاتشو نو يجان دي منارو لولا أني رميتهم بحسبا إن يبقوا بأفر بارد عشو نرو أيشنهم نبر بلوال فهذا الذنب المتأخر نوال سبحان الله إيه بكم وانجل لو كتب عليه راسه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين كانون مستقر وانجل مونو يكبدل إن يقع بكم وانجل تولو تبلو متايته ليلة ولي بكم الرشاية سورد قال كذي أنسى وانجل لونا كذي بلت أطلال لبنا قرس سران ميولونا سو الذنب الذي غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعلوم بالضروري أنه ليس من الكبائر قال الله أنجلو تمنار هنو كلهم سولي أطوي قبال كنادو نبي عليه الصلاة والسلام قال الله أنجلو تين عيسرو معصوم ناتشو الأنبياء معصومون من الكبائر قال الله أنجلو يتتبقوا ناتشو ولدتنيا الله سبحانه وتعالى نعمه سيامو اللهم نعمه لانت سيازن باللل لتمسكينه ويتقبال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. نبي عليه الصلاة والسلام إنا أمانيوت بهذا الرقود ثقلنا ثقز الله سبحانه وتعالى بمن عندك ساتشو بقلت أيتنا مكافأة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على صبرهم وجهادهم. لأنه كافر يحزنون ويغمون كافر يزنانلو يتشنكانلو يبساتشانلو لنصر المؤمنين وعزهم مسلم وجين الله سبحانه وتعالى سيرداتشونا درون سيساتشو من يرقانلو كافر يزنانلو فيكون ذلك عذابا لهم في الدنيا بزيج عالم لاي ينسو قطعتاتشو يهنو الذين ليعذب ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار يزي يمكى مكفت بزو سواجين اندم ياس نستلو ليلو اتشم دقمو ياس قيمات جوال بتلي منافقوات يمترش عمورالات جيتنكا مكا بمسلم واتججسي وان تفرات جوان سبسبو قلبتات جوان ندك ماوقو اندال تساكالات جو تردو سنزي الله سبحانه وتعالى يمكا مكفت يهن هلو يمياتك عللو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كلما نزل حكم آمنوا به وعملوا به هج بورد قدر يسروا بثل يتقبروتال يامنوبتال ومن ذلك الجهاد كالنزي هكوش مكاكل جهاد عندونه وبذلك يكون إيمانهم في ازدياد يجهاد نقر متقبرو جاسايون ورقو اللاتشو مامناتشو راسو هنديت أناكرو يبلت أمنتاتشو هنديت أناكر يادرقا قلت وطالي جنود دقاقمال هذه الجملة تذييلية مذير بها الكلام السابق والجنود جمع جند اسم للجماعة المقاتلين لا واحد له من لفظه ليغفر لك الله ما تقدم ليزدادوا إيمانا
እነዚህ ላሞቹ ላመል ዒላዎቹ የሚያሳዩት أن أم المؤمنين أم سلمة كانت عظيما إذا استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أصحابه أن يتحللوا يا حديبي آلت نبي صلى الله عليه وسلم كسم منة بها ففتوا بلو سيعززوا صحابه وجب فتاة فلو سيفتوا سلكروا من تفترة نبي يجب أنك أجو الله أنه يقول طباته بلو አብራቸው ሙሰለማ ነበረችና ሙሰለማ ይሄ ነገር እኮ በጣም ፈራሁኝ ለምን ነዚህ ሰዎች እኮ ኢህራማቸውን ፍቱን የጨርሻለሁ ዘንድሮ የዑምራ ነገር ቀርቷል ስላቸው ዝም አሉኝ ሙሰለማ ምን አሉ እኔ መፍትሄው ልንገራቸው አሉ እኔ መፍትሄው ልንገራው መፍትሄው ማድረግ ያለበትው እርሶ ያሳያቸው አጥፈቱ አሃ እኔ ስለላዩ ነው ወጡና ልብሳቸውን ለንትናቸውን ውድሒያቸውን ማረር ሲጀምሩ ሁሉም የነገር እንግዲህ ወሰኑ ማለት ነው እውነት ሆነ ማለት ነው ብለው ውሳኔ ሰጡና እንዲፈቱ አደረጓቸው ይላል። ለዚህ ነው እንግዲህ የመካ መከፈል የዚህ ታሪክ መከሰት ሁለት ሶስት ነው ፋይዳው ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليدخل المؤمنين والمؤمنات ويعذب المنافقين والمنافقات الذين ያጠቃልላል እነዚህና መሰል አስተምሮቶችን ያጠቃልላል በእያላችሁበት ሆናችሁ እነዚህና አስተምሮቶችን መከታተል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቁርአን አያዎቹ መልእክ ለመረዳት ሙከራ እንድታደርጉላችሁ ማደራላለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ